متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غناقشوا فيه المسيرة الاحتجاجية اللي غدير الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 4 جانفي 2022. واش التوقيت تاع المسيرة الاحتجاجية اللي غدير الجبهة الاجتماعية هو مناسب، خاصة أنه يتزامن مع نهائية كأس العالم؟ وعلاش نسبة المشاركة في هذه المسيرة تاع الجبهة الاجتماعية تبقى ضئيلة يعني مقارنة مع ما يجري وما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من غضب والسياء من موجة الغلاء التي يعرفها المغرب؟ من أجل مناقشة القضية دي نستضيف يونس فراشين، منسق الجبهة الاجتماعية المغربية. سي يونس، مرحبا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة. قررتوا ديروا وقف مسيرة احتجاجية يوم 4 جانفي 2022، ما تتخوفوش بأن يعني تزامن هذه المسيرة مع نهائيات كأس العالم يأثر على نسبة المشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية؟ هو ما كتناقضش، لأنه بالفعل المغاربة اليوم كيعيشوا كلهم يعني الفرحة ديال الانتصار ديال المنتخب الوطني، ولكن في نفس الوقت هذا الشيء ما خصوش ينسينا كذلك وضعنا الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية اللي كيعيشها العديد من المواطنات والمواطنين في ظل ديال ارتفاع ديال الغلاء ديال الأسعار ويعني واتساع ديال الدائرة ديال الفقر، وبالتالي خصنا نعبروا كمغاربة يوم 4 جانفي بشكل سلمي بشكل قوي بشكل واعي مسؤول على هاد الحالة ديال الغضب وديال يعني الوضع الاجتماعي الصعب. دابا كاين موجة تاع الغلاء حتى واحد ما تيلقرا، كيفاش تفسر الصمت بعض النقابات خاصة النقابات اللي هي يعني الأقوى تمثيلية وكذا، والصمت تاع الحكومة، حتى الحكومة ما تتفاعلش بشكل يعني سريع مع هذه الموجة تاع الغلاء، دائما تبرر بالحرب الأوكرانية كذا بالجفاف، ولكن ما كاينش واحد يعني التفاعل مع هذه الأزمة تاع الغلاء اللي كاينة في الشارع المغربي. هو كاين يعني كان هذا الأسبوع هذا اللي فات كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خارجة في احتجاجات في 13 جانفي احتجاجا على عدم التزام الحكومة بالتنفيذ ديال الاتفاق ديال 30 أبريل، خاصة الجزء المتعلق بتحسين الدخل، الزيادة في الأجور، مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، إحداث الدرجة الجديدة، احتجاج كذلك على قانون المالية اللي ما درش يعني التزامات ديال الحكومة في هذا القانون المالية، وكاين احتجاجات كذلك على مستوى الأقاليم، كاين احتجاجات قطاعية مثلا قطاع التعليم شهد حتى هو احتجاجات قوية من طرف مجموعة من الفئات اللي عندها مطالب واللي مرتبطة كذلك بهذا الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، دونك بالإضافة لبعض الاحتجاجات على مستوى المجالي كذلك، معنى أنه كاين الاحتجاج، ولكن الفكرة ديال الجبهة الاجتماعية كانت دائما هي كيفية ممكن نجمعوا هذه الاحتجاجات، معنى أنه هذه الديناميات ما تبقاش قطاعية، ما تبقاش فئوية، ما تبقاش مهنية، ما تبقاش فقط مجالية مرتبطة بمطالب مجالية، كيفاش أنه نوحدوا هذه الديناميات النضالية، لأن في نهاية المطاف مطالبنا واحدة عندها أرضية اجتماعية، أرضية ديال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وطبعا في علاقتها بالانتقال الديمقراطي وبالتغيير الديمقراطي الحقيقي. وكاين واحد الملاحظ، كاين هذه الاحتجاجات اللي قلتي ولكن واحد الفتور على مستوى نسبة المشاركة، ما تتكونش هذيك المشاركة اللي كبيرة، وهذا الشيء كاين واحد المفارقة ما بين ما هو يعني موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحس بأنك واحد الغضب واحد شرارة الغضب، ولكن على مستوى المشاركة في هذه الجبهات في هذه الوقفات البعض المتتبعين تيقولوا بأن نسبة المشاركة تكون قليلة، أشنو السبب؟ واش الناس مابقاش يأمنوا بهذا الاحتجاج؟ واش هو في الواقع كاين مازال، لأنه النضال هو تراكم، وكنذكروا مثلا اللحظة ديال 20 فبراير رغم أنها جات في سياق إقليمي اللي كان مساعد على أنه يكون الاحتجاج في الشارع، ولكن 20 فبراير مثلا بدات بأعداد قليلة وبدا التراكم بشوية بشوية، حنا كنعتبروا بأنه إلى الناس شافوا بأن الاحتجاجات عندها طبيعة سلمية وبأنها كتعبر فعلا على مطالبهم، وكيحسوا بأن يعني الناس اللي خارجين الشارع يعبرون عن ما يعانوه، أكيد بأنهم على المدة غنشوفوا مواطنات ومواطنين. فالوقفة اللي نظمنا في 20 فبراير كنا نظمنا وقفة على المستوى الوطني، فهذيك اللحظة جاءوا مواطنات ومواطنين، يعني من غير المناضلين كانوا مواطنين اللي كيعيشوا المعاناة وحضروا معنا في الوقفات، واعتقد بانه مع التراكم ممكن فعلا ان الناس تخرج. ولكن التراكم يعني الجبهه الاجتماعيه راه عندها تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين في الوجود ديالها، واش ما قدرتوش ديروا هذا التراكم؟ لا هو كذلك مرتبط حتى بالسياق، يعني السياق الاقتصادي الاجتماعي وكذلك على المستوى السياسي، كذلك بوتيت حتى الخلل فينا حنا مازال ما قدرناش انه نخلقوا التعبئة اللازمة، كذلك كيف أنه نربطوا ما بين شعاراتنا السياسية وما يعانيه المواطنات والمواطنين المغاربة، كذلك كيفاش ممكن نستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي، ما تبقاش فقط
واحد الواجهه ديال التنفيس على الغضب، كيفاش انه هذاك التعبير على الغضب ينزل ويتمثل في الشارع ويظهر في الشارع. معناه انه كاين عده عوامل بوتيتغ فيها ما هو نفسي ما هو سوسيولوجي الى اخره، فخصنا اجتهاد على هذا المستوى. الا بغينا نديروا واحد النقد ذاتي للجبل الاجتماعي، ما تشوفوش انتم عندكم واحد الجزء من المسؤوليه على اعتبار انكم بقيتوش منفتحش على جميع النقابات على جميع الجمعيات؟ يعني كانت العلاقه لعبات تقول علاقه مع الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، ولكن ما كاينش علاقات متعدده مع باقي النقابات الاخرى. احنا منذ تاسيس الجبهه الاجتماعيه اكدنا على انها مفتوحه في وجه كل التنظيمات الديمقراطيه، وجهنا الدعوات لكافه التنظيمات النقابيه اللي كنعتبروا بانها خصها تكون في الجبهه الاجتماعيه، ومازال لحد الساعه احنا كنقولوا بان الباب مفتوح. كاين معنا نقابات قطاعيه ديال الاتحاد المغربي للشغل، كاين معنا الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي، بالاضافه للنقابه الوطنيه للتعليم السادتي والكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، وكاين كذلك تنظيمات ديال المجتمع المدني، كاين الطلبه المعطلين، وكاين يعني مجموعه ديال الفئات. وكنأكد وكنوجه النداء مره اخرى للتوحيد ديال النضالات، انه الجبهه الاجتماعيه راه مفتوحه، وممكن ان كل التنظيمات الديمقراطيه اللي عندها رغبه في ان تلتحق بها في الباب مفتوح. اذا بقينا في قضيه النسب المشاركه، ما تشوفش كاين واحد الامر اخر هو ان الناس فقدوا الثقه، فقدوا الثقة في العمل الحزبي، فقدوا الثقة في العمل النقابي، فقدوا الثقة ايضا تبعت الاحتجاج على مستوى الشارع، تيقول انا نخرج نحتج على مستوى الشارع وماذا بعد؟ لا، هو بالفعل هذه المسألة ديال فقدان الثقة، كاين فقدان الثقة في المؤسسات بشكل عام، مؤسسات سواء رسمية أو مؤسسات مجتمعية، وهذا طبعا نتيجة ديال واحد العمل اللي دار لسنوات، تمييع العمل الحزبي، تمييع العمل النقابي، الضرب ديال الصورة ديال الفاعل السياسي من خلال ممارسات وسلوكات، من خلال صناعة نخب فاسدة للأسف اللي ميعات العمل السياسي، بالإضافة طبعا نفس العمل دار كذلك على المستوى النقابي من خلال تمييع ديال العمل النقابي. وهذا الشيء طبعا خصو مده باش نعاودوا نرجعوا الثقه، لانه الدوله البلاد محتاجه لمؤسسات قويه، سواء المؤسسات ديال الدوله او المؤسسات ديال المجتمع، لان هي في نهايه المطاف هي تعبيرات على المصالح المختلفه والمتناقضه داخل المجتمع. اعتقد بانه تدمير هذه المؤسسات بالمزيد من السلوكات ومن الخطاب اللي كيدمر هذه المؤسسات هذه، اعتقد بانه كيشكل خطر على بلادنا بشكل عام. يعني شكرا جزيلا على قبول الدوله وعلى التوضيحات هذه. متابعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.